صباح الفل، عاملين ايه النهارده؟ عاملين ايه في الجو ده؟ معاكم سالي البياض، اخصائي تحاليل طبيه معمل سالي لاب. اللي ما شافش الفيديو اللي فات كنا بدانا نتكلم عن ازاي احافظ على صحتي بشكل عام، ازاي احمي نفسي من كتير من الامراض على قد ما اقدر عن طريق كذا بند، واتكلمنا عن اول واهم بند فيهم وهو سرعه العلاج والكشف اول ما بشتكي من اعراض وشكوى معينه متكرره معايا كل يوم، وقد ايه بتساهم بنسبة كبيرة جدا في العلاج والتحسن من بدري، اكتر من نسبة 90% او 95% كمان. اتكلمنا عن ان في اعراض وفي شكوى. طيب لو انا شخص سليم ما بشتكيش من حاجة الحمد لله، بس انا عايز دايما صحتي تبقى كويسة، لازم اطمن على نفسي بصفة دورية على الاقل بتحليل بسيط خالص ممكن يتعمل كل شهرين، هو تحليل CBC، تحليل صورة الدم الكاملة، يعتبر من اهم التحاليل يا جماعه اللي بتبين حاله الجسم بشكل كبير جدا. من ناحيه انا عندي انيميا ولا لا، او ايه هي نوع الانيميا، ايه قدره الجهاز المناعي بتاعي على مقاومه الفيروسات والبكتيريا، انا عرضه للاصابه بنزيف او عرضه للجلطات ولا لا، الجسم فيه التهابات او فيه حساسيه ولا لا، كل ده بيبينه صوره الدم. هو تحليل بسيط خالص ملوش اي شروط، بتعمل في اي وقت، ممكن بنقول يعني للكسلانين خليها كل شهرين ثلاثة بالكتير، دايما بصفة دورية اطمن على نفسي واشوف الدنيا اخبارها ايه، عشان زي ما اتفقنا لو في مشكلة نلحقها من بدري. ان شاء الله المرة الجاية اكلمكم على بقية البنود وايه الحاجات التانية اللي ممكن نعملها، وربنا يحفظنا جميعا بإذن الله. السلام عليكم.